لسه مكملين مع حضراتكم ترند الاهلي. وصلنا لخبر من حساب الوطن سبورتس على تويتر، واللي بيقول حكم مباراه اليوم ما بين الاهلي وطنطا اخطا بالجمله واستبعاد من الدوري بسبب الاحمر اللي هو النادي الاهلي، وحكم المباراه النهارده احمد حمدي. نتمنى له كل التوفيق، لكن كان ليه واقعه مع النادي الاهلي في موسم 2017 شهر سبتمبر تحديدا، والمباراه الافتتاحيه لهذا الموسم ما بين الاهلي وطلائع الجيش، واللي انتهت بالتعادل الايجابي ما بين الفرقتين. كان ليه بعض الاخطاء الواضحه جدا، كان منهم ساعتها ضربه جزاء لعبد الله سعيد ما اتحسبتش لاعب الاهلي في هذا التوقيت، وضربه جزاء اخرى لاحمد الشيخ في هذا التوقيت ما اتحسبتش ايضا. حتى بعد المباراه عصام الفتاح رئيس لجنه الحكام ساعتها قال لك الحكم غير موفق اطلاقا، وعاقبه باستبعاده من دوري ممتاز واسناده للمباريات في دوري الدرجه الثانيه. ما كانش موفق خالص، لكن في كل الاحوال هو عائد هذا الموسم لاداره مباريات الدوري الممتاز. نتمنى له كل التوفيق. احمد حمدي دايما للاسف عندنا في تخوف من الحكام المصريين، وهو مش عامل ضغط ولا حاجه والله، لكن مش على قد ما ان احنا بنتمنى ان هم يكونوا بيطوروا من نفسهم بشكل اكبر، يتفرجوا على المباريات في الدوريات الاوروبيه المختلفه كتير، يتفرجوا على مبارياتهم هم بشكل كبير عشان يقدروا يصححوا من اخطائهم، يقدروا يطوروا من نفسهم، عشان ده كله هيكون في صالح الكره المصريه. لكن في كل الاحوال نتمنى لاحمد حمدي كل التوفيق في مباراه اليوم ما بين الاهلي وطنطا. طيب علي لطفي خلاص، ده من حساب الاهلي اليوم على فيسبوك، شفاء علي لطفي من فيروس كورونا. احنا عارفين علي لطفي على مدار الاسبوعين اللي فاتوا كان عنده فيروس كورونا، ربنا يشفيه ويعافيه، رجع خلاص بألف سلامه، ان شاء الله كمان ينضم لتدريبات النادي الاهلي في اقرب فرصه ممكنه. لسه مع اخبار النادي الاهلي وتحديدا من حساب بطولات على تويتر، واللي قال ان عمرو الجنايني ليه تعليق وليه تصريح بيقول ان الاهلي سيستلم درع الدوري في الملعب مع اخر مباراه كمان اللي هي مباراه طلائع الجيش، اخر مباراه في بطوله الدوري. وهو الراجل كان ليه بعض التصريحات التلفزيونيه بالامس، وقال ان احنا هنعمل حفله كبيره داخل الملعب في اخر مباراه بالنسبه للنادي الاهلي بما انه بطل الدوري، وهنسلمه الدرع في هذه المباراه اللي هي مباراه طلائع الجيش. وبصراحه كده افضل ما يبقى الاحتفال في فندق من الفنادق على غرار طبعا السنوات السابقه، ما بيبقاش ليه طعم يعني في الحقيقه. لكن في كل الاحوال الاهلي هو البطل، والاهلي هيحتفل باذن الله في اخر مباراه. حضراتكم طبعا عارفين ان النادي الاهلي كان بارك لمامولدي سان داونز الفريق الجنوب افريقي على الثلاثيه، قدر ان هم يحققوا ثلاث بطولات، فالاهلي وجه لهم التهنئه وهم ردوا قالوا شكرا الاهلي 42 في اشاره لعدد بطولات الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، وكمان شكروا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والجهاز الفني على هذه التهنئه. ودايما علاقات النادي الاهلي مع مختلف الفرق بتبقى علاقات مميزه. طيب ده كان ترند الاهلي حروف.